في مقر مجموعة بولي في بيجينغ أقيم احتفال رسمي لاستلام القطعة الأثرية الصينية النادرة التي أهداها معالي مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، إلى متحف بولي الدولي من مجموعته الخاصة. تعود القطعة الأثرية إلى حقبة الممالك المتحاربة في الصين في الفترة الكربونية بين عامي 771 و422 قبل الميلاد، وهي منحوتة تضم طائري فينيق على قاعدة خشبية. وألقى رئيس مجموعة بولي الحكومية العملاقة للتكنولوجيا كلمة عبر فيها عن شكره العميق للهدية القيمة، مؤكدا على الروابط الحضارية والتاريخية بين الكويت والصين. نحن واثقون أن هذه الهدية من صاحب المعالي ستدعم أواصر الصداقة بين بلدينا بصفتها موقف ثقافي وحضاري يشجع على التواصل بيننا، وهي ستنعكس إيجابيا على مجالات أخرى أيضا كالعلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية التي تزداد تطورا يوما بعد يوم. وكان سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حياة قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن القطعة الأثرية ترمز لمرحلة جديدة في العلاقات الثقافية الكويتية الصينية ستكون رديفة للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين. هدية قيمة من التاريخ القديم تحمل في طياتها آفاق مستقبل تنشط فيه الدبلوماسية الثقافية لإعلاء الجانب الحضاري من العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. نجيب الخش، تلفزيون دولة الكويت من بيجينغ.